العمليات العسكرية للقوات المسلحة الجنوبية دكت حصون التنظيمات الإرهابية وقطعت على الميليشيات الحوثية طرق الإمداد في شبوة وأبين، وأظهر عويلها للعالم ما جعلها تعلن تحالفها السري للعلن. نبدأ نشرتنا بمحورنا لهذا اليوم، مكافحة الإرهاب ودك حصونه التحالف السرية. أهلا بكم. التقارب الجنوبي أقلق مضاجع الجماعات الإرهابية، خاصة بعد إعلان القوات العسكرية الجنوبية بدء العمليات العسكرية في محافظات الجنوب لتطهيرها من العناصر الخارجة عن القانون والميليشيات الإخوانية لتأمين هذه المناطق من خطرهم وقطع خطوط التمويل من ميليشيات الحوثي الإرهابية. ولأول مرة يعلن تنظيم القاعدة الإرهابي التحالف مع ميليشيا الحوثي التابعة لإيران عبر أحد قيادات التنظيم في تغريدة على حسابه في تويتر، وهو تحالف قائم بين الجماعة والتنظيم منذ سنوات، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذا التحالف بشكل واضح. وبعد قطع خطوط التمويل للجماعة الحوثية في أبين وشوى ظهر زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية عبد الملك الحوثي في خطاب يندب لأول مرة منذ بداية الحرب خروج حقول النفط من أيديهم بعد أن كانت تمدهم بالتموين عبر موالين لهم من ميليشيا الإخوان وخروج سيطرتها على أيدي أبناء الجنوب، وكأن التطورات الأخيرة في شوى وأبين قد نزعت ورقة التوت الأخيرة التي تستتر بها الجماعة الإرهابية. ويتجاهل البعض أيضا الحالة القائمة من الحصار الشديد، مثلا البعض يرفع السقف في الطلبات وما يفترضه ويتجاهل أن معظم هذا الوطن وبالذات المناطق التي فيها الثروات والمنشآت النفطية والغازية تحت الاحتلال ومنهوبة، وبشكل كبير كل عائدات النفط والغاز هي منهوبة. في الماضي كانت تصرف المرتبات من عائدات النفط والغاز، كل عائدات النفط والغاز هي منهوبة الآن. الموارد التي تؤخذ، الإيرادات التي تنهب، هي ما كان يمكن أن يستفاد منه بشكل كبير في الاهتمام بالمرتبات في توفير احتياجات ضرورية وأساسية لهذا الشعب، في تمويل المجالات الأساسية على المستوى الخدمي. ولذلك مسألة العمل على إيجاد بدائل حتى تحرير تلك المنشآت ليس أمرا بسيطا.
وفي البيان الصادر عن قيادة محور أبين والذي أكد فيه أن العملية العسكرية سهام الشرق جاءت إطلاقها بعد إعلان القوات الجنوبية في محور أبين استعدادها لتوحيد الجهود ورص الصفوف والوقوف بجانب الإخوة الجنوبيين في الجيش والأمن بشقرة والمنطقة الوسطى بأبين لمواجهة العدو الحقيقي المشترك الذي يهدد أمن واستقرار أبين والجنوب عامة والمتمثل بميليشيات الحوثي وتنظيمات الإرهابية. وأكد البيان أن القوات الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق انطلقت باتجاه شقرة تنسيق تام بين القوات العسكرية والأمنية الجنوبية المتواجدة في قرن الكلاسي وشقرة وأحور، حيث بدأت القوات المسلحة الجنوبية عملية تمشيط واسعة وملاحقة للعناصر الإرهابية ابتداء من مدينة شقرة وصولا إلى منطقة حسن سعيد في خبر المراقشة وأخيرا مديرية أحور إضافة للمنطقة الوسطى. وأشار البيان أن الحملة شاركت فيها أيضاً وحدات من أمن محافظة أبين والقوات الخاصة إلى جانب القوات المسلحة الجنوبية الأخرى المشاركة في العملية، ولا زالت عملية التمشيط مستمرة. إلى ذلك ذكر رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حسابه على تويتر أن قيادات وشخصيات جنوبية ستنضم إلى وحدة الصف الجنوبي مباركا انتصارات القوات الجنوبية ضد التنظيمات الإرهابية والمتمردين في شبوة وأبين، مؤكدا أن التوجه القادم سيكون نحو استعادة ما تبقى في حضرموت والمهرم. كما أشاد بن بريك بالدور الهام للتحالف العربي ودعمه للقوات الجنوبية في مكافحة الإرهاب والمتمردين الانقلابيين. رحب المواطنون بمدينة المكلا بالعمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الجنوبية في محافظتي شبوة وأبين لتأمين المحافظات الجنوبية من العناصر الإرهابية والتخادم الإخواني الحوثي التي فضحتها العملية العسكرية سهام الشرق والتي يجب أن تمتد حتى وادي حضرموت. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. عملية عسكرية للقوات المسلحة الجنوبية بدأت بمحافظة شبوة نتيجة تمرد جماعة الإخوان للقرارات الرئاسية والسلطة المحلية بالمحافظة، ولحقتها عملية سهام الشرق في أبين لتطهير المحافظة من العناصر الإرهابية وفلول الشر والإرهاب. أبناء مدينة المكلا رحبوا بنجاح العمليات العسكرية ودحر الإرهاب وكسر ذراع راعيه الرسمي تنظيم الإخوان الذي انهدت أركانه بعد أحداث شبوة وأبين، وتأمين القوات المسلحة الجنوبية لحقول النفطية والغازية بشبوة للمرة الأولى منذ حرب العام 94 والتي كانت تسيطر عليها عصابات صنعاء. بالنسبة لتحركات القوات الجنوبية لتأمين المناطق الجنوبية، هي تحركات تمنينا أن تكون من قبل على أرض الجنوب لدحر بعض القوى التي تعيث الفساد في المناطق أو المحافظات الجنوبية. شاهدنا على مدى سنوات هنا قوى بدل أن تهاجم أو تحارب الحوثي اتجهت للمحافظات الجنوبية لأجل الحصول على الثروات واستغلالها والاستحواذ عليها، لا تفيد شيء بتقديم، لن تقدم أي شيء في الجبهات. التحركات العسكرية لتأمين الجنوب هي خطوة مدانة للسلام
وللأمن والاستقرار للجنوب بشكل عام، وحضرموت خاصة من الثروات من كل شيء كانت منتهكة من قبل القيادات الفاسدة في الشرعية وفي حزب الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام، واللي كانوا قايمين على القيادات هذول كانوا ناس مستغلين ثروات الجنوب لإزاحة الأمن والاستقرار في الجنوب عاما. معركة سهام الشرق لاقت استحسان الشارع الجنوبي، حيث أكد أبناء المكلا أن العملية كانت لابد أن تبدأ منذ فترة سابقة لإيقاف العبث الإرهابي الذي كانت تمارسه قوى الشر في أبين من خلال تهريبها الأسلحة عبر الشريط الساحلي في المحافظة وفتحها ثغرات للميليشيات الحوثية والعناصر الإرهابية في المحافظات الجنوبية. نبارك سهام الشرق في محافظة أبين الجنوبية، وتمنينا هذا الكلام أن يكون من قبل كمواطن جنوبي من حضرموت، فأننا نعتز ونفتخر بهذا العملية العسكرية الذي سوف بإذن الله تقضي على كل الإرهاب والإرهابيين الذي نعاني منهم منذ 94 وحتى يومنا هذا. الآن تجدد الموقف وبيتجذر وبتمتد الاستراتيجيات العسكرية إلى موجب الشعار اللي رفعوه اللي هو سهام الشرق. ماذا يعني؟ معناه أننا نصل إلى المناطق الشرقية حضرموت والمهرة. المحافظات الجنوبية اليوم تتطهر من جماعة الإخوان التي عاثت فسادا في الجنوب، والأنظار تتجه نحو وادي وصحراء حضرموت والذي أجمع الجميع على ضرورة تأمينه من خطر التوافق بين الإخوان والحوثي، ولا سيما بعد هزيمتهم في أبين وشبوة. نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا: اللواء الزبيدي يؤكد على أهمية عودة المؤسسات الإعلامية الرسمية للعمل من العاصمة عدن، ويشدد على تعزيز مشاريع البنية التحتية في لحجة. وزير الشؤون الاجتماعية يطالب بفتح مكتب رئيس منظمة اليونيسف في العاصمة عدن. لقاء رفيع بالمكلا يناقش عدد من مشاريع الطرق والجسور المزمع تنفيذها في حضرموت. محافظ حضرموت يؤكد حرصه لتفعيل نشاط مطار الريان لزيادة الرحلات الدولية، ويعلن عن تدشين انطلاق النسخة السابعة من بطولة كأس حضرموت. أهلا بكم من جديد. شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي على أهمية عودة كافة وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة للعمل من العاصمة عدن، وفي مقدمتها إذاعة وتلفزيون عدن. وأكد الزبيدي خلال لقائه نائب وزير الإعلام أكد على أهمية الارتقاء بعمل الإعلام الرسمي وتطويره ليواكب مع المتغيرات المتسارعة في مجال الإعلام وتقنية المعلومات، داعيا قيادة وزارة الإعلام لبذل المزيد من الجهود لاستئناف عمل الوزارة ومكاتبها في عموم المحافظات للقيام بالمهام المناطة بها. وخلال اللقاء اطلع الزبيدي من نائب وزير الإعلام على واقع الإعلام الرسمي والجهود المبذولة لفتح المؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة وصيانة مقراتها ورفضها بالمعدات الحديثة لاستئناف عملها من العاصمة عدن. في سياق آخر، اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عيدروس الزبيدي من محافظ محافظة لحج اللواء محمد تركي على مستجدات الأوضاع في محافظة لحج وسير عمل السلطة المحلية فيها وجملة من الصعوبات والمعضلات التي تواجهها. واستمع الزبيدي من المحافظ التركي على نتائج زيارة الفريق الحكومي إلى مديريات يافع والأصداء الإيجابية للزيارة على المستوى الشعبي، حث السلطة المحلية على التنسيق مع الحكومة لتنفيذ زيارات مماثلة للمناطق الأخرى في المحافظة للوقوف على احتياجاتها وتلمس هموم ومشكلات أبنائها والعمل على حلها، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود في تعزيز الجانب الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية. كما أبدأ الزبيدي استعداد المجلس الرئاسي لتوفير كافة أوجه الدعم للسلطة المحلية في لحج وتذليل الصعوبات التي تواجه سير عملها. من جانبه أكد المحافظ التركي استعداد السلطة المحلية في لحج لحشد كافة الطاقات والجهود للنهوض بأوضاع المحافظة والارتقاء بها نحو الأفضل.
بحث وزير الخارجية دكتور أحمد بن مبارك مع السفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا السيد ستيفن فاجن خروقات ميليشيا الحوثي والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. وأكد وزير الخارجية على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف خروقات ميليشيات الحوثي والشروع الفوري في فتح الطرق وضمان توظيف عاودات موانئ الحديدة لدفع مرتبات الموظفين، مذكرا أنه خلال الأيام الماضية ارتكبت هذه الميليشيات الحوثية أكثر من 175 خرقا للهدنة في عدد من المناطق المختلفة من الجبهات، مشيرا إلى أهمية ممارسة المزيد من الضغوط على هذه الميليشيات للالتزام ببنود الهدنة ورفع المعاناة عن اليمنيين. وأشاد بن مبارك بالدعم الأمريكي مؤكدا على أهمية استمرار هذا الدعم وزيادته، خاصة فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي للحكومة. من جهته أشار السيد ستيفن إلى الدعم الواعي لقوات خفر السواحل وحرس الحدود اليمنية في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى الدعم المقدم عبر وكالة التنمية الأمريكية خصوصا في مجال بناء القدرات المؤسسية. بحث وزير التربية والتعليم طارق العكبري بالعاصمة عدن مع نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف حنان سليمان تعزيز الجهود لدعم القطاع التربوي والتعليمي. وخلال اللقاء استعرض الوزير العكبري أوضاع العملية التربوية والتعليمية وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها في اليمن، والتي منها إشكالية طباعة الكتاب المدرسي وأجور المعلمين وضرورة الإطلاع عن قرب عن هذه المعاناة وتسخير الإمكانيات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أهمية استمرار جهود منظمة اليونسف في دعم القطاع التربوي والتعليمي من خلال تلبية احتياج الوزارة من المشاريع والبرامج المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي للكوادر العاملة في الحقل التعليمي. من جهتها أشادت المسؤولة الأممية بجهود وزارة التربية في استقرار العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، مؤكدة تطلع المنظمة لخلق مزيد من التعاون وتعزيز الشراكة مع الوزارة والإسهام في الوصول إلى بيئة آمنة للتعليم. طالب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري بفتح مكتب رئيس لمنظمة اليونسف في العاصمة عدن. جاء ذلك خلال استقباله وفد اليونسف بمكتبه برئاسة السيدة حنان سليمان. وأشار الوزير الزعوري إلى أهمية أن تكون للمحافظات المحررة برامج مستقلة من خلال العمل لتحويل مكتب المنظمة بعدن إلى مكتب رئيس يملك قراره بعيدا عن صنعاء لإدارة البرامج والمشاريع الخاصة بالمحافظات المحررة، وبما يعود بالنفع على المستفيدين من البرامج لتعزيز الحماية وسبل العيش، مؤكدا على المضي قدما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الخاصة بحماية الطفل. بدوره أوضح الوفد أن منظمة اليونسف تجدد فرصة للعمل مع المانحين كالبنك الدولي وغيره لدعم الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية وحماية الطفل والسعي لإيجاد تمويلات طويلة الأمد لتنفيذ البرامج. وفي سياق جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتدريب وتأهيل موظفيها، دشن بالعاصمة عدن البرنامج التدريبي لموظفي وكوادر الوزارة في بناء مهارات وتطوير قدرات الموظفين ورفع كفاءاتهم المهنية والإدارية. وفي حفل التدشين أكدت الكلمات إلى الاستفادة من هذه الدورات لرفع المهارات والقدرات، والتي ستنعكس إيجابا على الأداء بالوزارة من خلال التدريب المستمر للارتقاء بالعمل الإداري والمهني ليتواكب مع التطورات الرقمية والعلمية، إلى جانب أهمية البرنامج التدريبي الذي تم اختياره بعناية من قبل المختصين بالوزارة، حثين المتدربين على الحرص للاستفادة القصوى من محاور البرنامج وتطبيق ما سيتلقونه من معارف ومفاهيم في أعمالهم. بحث لقاء رفيع بالمكلا ضم وزير الأشغال العامة وطرق سالم الحريزي ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي مشاريع قطاع الأشغال بالمحافظة. وخلال اللقاء أكد وزير الأشغال اهتمام الوزارة بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور في محافظة حضرموت، مشيرا إلى أن هذه الزيارة بمعية وكلاء الوزارة والمختصين تأتي في بحث جملة من مشاريع الطرق والجسور بحضرموت. من جانبه أكد محافظ حضرموت على أهمية زيارة وزير الأشغال ووكلاء الوزارة والمختصين للاطلاع عن كثب على احتياجات المحافظة في قطاع الطرق والجسور، فيما جرى خلال لقاء مناقشة المشاريع المزمع تنفيذها في المحافظة في هذا القطاع.
أكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي حرص قيادة السلطة المحلية لتفعيل نشاط مطار الريان ومتابعة القيادة السياسية لزيادة الرحلات الدولية في المطار للتخفيف عن المواطنين. وناقش المحافظ بن ماضي مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الكابتن صالح بن نهيدة أوضاع مطاري الريان وسيهون وجهود التطوير المستقبلية. وأكد الكابتن بن نهيدة اهتمام وزارة النقل بتطوير موانئ النقل والعبور بحضرموت وحرصها على تذليل الصعوبات لقطاع النقل في المحافظة. أعلن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي خلال ترأسه اجتماعا للجنة الرئيسية لبطولة كأس حضرموت الرياضية عن تدشين البطولة السابعة في 10 أكتوبر القادم. وفي اللقاء أكد المحافظ بن ماضي دعم ورعاية السلطة المحلية بالمحافظة للبطولة التي تحمل اسم حضرموت وتهدف إلى توحيد أبنائها والحفاظ على نسيجها الاجتماعي، مضيفا أن السلطة المحلية حرصت على إعادة نشاط النسخة السابعة بعد توقف لثلاث سنوات بهدف تحقيق الأهداف السامية التي أقيمت من أجلها هذه البطولة، وأهمها تفعيل النشاط الرياضي لأندية حضرموت ووحدة صفها وخلق التنافس والتعارف والالتئام بين شباب حضرموت. وبارك رئيس وأعضاء اللجنة الرئيسية للبطولة إعادة نشاطها، مؤكدين أهمية إشراك القطاع الخاص في البطولة مما سيسهم في خلق تنافس أفضل بين الأندية، مشيرين إلى مشاركة 45 ناديا في البطولة وترفيع الأندية المتنافسة في النهائيات من 8 على مستوى الوادي والساحل إلى 16 لضمان تحقيق تنافس أفضل. في صعيد آخر، تفقد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي مستشفى ابن سينا المركزي التعليمي بالمكلا مطلعا على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ومستوى الانضباط للكوادر الطبية والفنية والإدارية. وتجول المحافظ بن ماضي بأقسام وأجنحة المستشفى متفقدا الخدمات المقدمة للمرضى ومستمعا من مدير المستشفى دكتور خالد شيبان إلى سير العمل في الهيئة، حثا إياه على بذل المزيد من الجهود في تقديم الرعاية والاهتمام بالمرضى وعودة المستشفى إلى الريادة في تقديم الخدمات الصحية لكل الوافدين، موجها بدعم ومساعدة بعض المصابين بالأمراض الخطيرة وتقديم الرعاية اللازمة لهم. كما استمع المحافظ خلال الزيارة إلى شكاوى العمال وأهمها عدم صرف حوافزهم المنقطعة منذ شهر فبراير الماضي وعدم التوجيهات بخانات وظيفية لبعضهم. ختام النشرة إلى عناوينها. اللواء الزبيدي يؤكد على أهمية عودة المؤسسات الإعلامية الرسمية للعمل من العاصمة عدن ويشدد على تعزيز مشاريع البنية التحتية في لحج. وزير الشؤون الاجتماعية يطالب بفتح مكتب رئيس لمنظمة اليونيسف في العاصمة عدن. لقاء رفيع بالمكلا يناقش عدد من مشاريع الطرق والجسور المزمع تنفيذها في حضرموت. محافظ حضرموت يؤكد حرصه لتفعيل نشاط مطار الريان لزيادة الرحلات الدولية ويعلن عن تدشين انطلاق النسخة السابعة من بطولة كأس حضرموت. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.